صالح اليهري الفارو ميخيا قائد الفريق الذي بعد ذلك الى ضربه ركنيه تحولت لصالح الزعيم الذي يبحث عن بدايه كره. الله غاب ليعود ويسجل براسه للزعيم بغداد بنجاح عاد لممارسه هوايته المفضله التي يصفق لها كل سداوي كل عاشق للزعيم. الله على العرضية وعلى الارتقاء بغداد بنجاح يسجل هدف المباراة الأول للزعيم. يا له من ارتقاء ويا له من جنب ويا له من بداية للسد في هذا اللقاء. بغداد بنجاح بعد أن كنا اعتقدنا بأنها عدت يا بغداد 1-0 محارب الصحراء يضع الزعيم في المقدمة بهدف أول يأتي في توقيت مبكر عند الدقيقة 8. لم يحتاجوا لكثيرا من الوقت حتى يتقدمون فقط وصولا إلى الدقيقة 8 ولدينا كرة لكن الكرة بعد ذلك الخروج التي تبدو في غاية التعقيد حقيقة بأن تصل وبأن تسجل في مرمى السد. بغداد بنجاح الله الله هذا المرمى فمن بوابة الشحنية كان قد عاد لرقم كليمرسون المسجل ب28 هدف وبالتالي هذه مباراة خاصة بالنسبة له يستمتع بها. السداوي الصغير والسداوي الكبير بغداد بنجاح يسجل الهدف الثاني في المباراة ويبدو بأنها ليلة عودته إلى الأهداف عودته إلى غز الشباك. يسجل الثاني بهذا الطريقة في تغطية لم تكن على الإطلاق سليمة استلم بشكل في غاية السهولة ومر وتقدم وبالتالي يتمكن من أن يسجل الهدف الثاني 2-0 2-0 مباراة يعني تبدأ يستطيع أن يوقف السد. الكرة للأمام يا الله لست أنت الوحيد الهداف يا بنجاح معلم لابد له أن يضع بصمه على طريقة من؟ على طريقة المهاجمين. معلم يسجل الهدف الثالث للزعيم. يا له من هدف ويا له من تمريرة قبل ذلك. السداوي صفق السداوي مستانس السداوي مستمتع. شوف النقلة وشوف التمريرة وشوف الاختراق وشوف التسديدة وشوف الكرة التي تعانق الشباك وتعلن عن الهدف الثالث للزعيم. هذه المرة أبو علام يقول لي بغداد بنجاح عطني شوي من وقتك عطني شوي من وقتك وريح شوي وهذه المرة خلي المهمة علي. نعم يتمكن لويونغ في وسط ملعب المباراة. ويونغ ينقل الكرة لحسن حسن عند القدرة أن يخترق وعند القدرة أن يمرر وعند القدرة يا الله هاتريك بغداد بنجاح هاتريك بغداد بنجاح في هذه المباراة. ثلاثية يسجل على الهداف الكبير بتمريرة ساحرة في لقطة ظل فيها خط دفاع الشاحنية ينتظر ويتابع ويتفرج فقط ماذا عساه أن يفعل. شوف هذه النقلة وشوف هذه التمريرة وشوف التحرك من بغداد التمركز من بغداد قبل ذلك والهيدوس فاهم ماذا يريد بغداد وكيف يريد أن تصل إليه الكرة وبالتالي الهدف الرابع. 4 أهداف مقابل لا شيء وهاتريك وسجل في العديد من المرات في الموسم الماضي. بغداد بنجاح سجل العديد في المرات هاتريك بل أنه تخطى السوبر هاتريك وبالتالي في هذه المباراة وفي هذا اللقاء ربما أرقام جديدة قد تضرب قد تكسر. بغداد بمرر كرة للأمام لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى تحولت للشحنية هذه هي التمريرة وهذه هي الكرة سد
الكرة تحولت الآن إلى ركنية. هذه المرة الجناح السداوي الطاهر عبد الكريم حسن يشاركهم في الكرنفال ويسجل الهدف الخامس. عبد الكريم تعودنا بأن نشاهد يسجل بتسديدات من خارج المنطقة بطلقات صاروخية، لكن هذه المرة برأسه ينجح في أن يسجل الهدف الخامس في هذه المباراة. هذه الإعادة عبد الكريم حسن يسجل الهدف الخامس في المباراة لصالح السد. ذكرت بأن كل المؤشرات تقول بأنها ستكون واحدة من أكبر النتائج. كريم حسن، كيف سيتم تنفيذ هذه الكرة وكيف ستمر هذه الكرة؟ نشاهد الآن الهيدوس. يا سلام يا سلام، في المكان الذي كان يقف فيه حارس المرمى، ماذا عسوه أن يفعل وكيف له أن يحرك ساكنا؟ لا إنقاذ ولا إبعاد، لأنها قوية من الهيدوس تعلن عن الهدف السادس للزعيم. الهدف السادس للزعيم، 6 أهداف في كل الطرق التي تريد أن تشاهد فيها أهدافا في كرة القدم، من كرة ثابتة، من كرة فيها توغل داخل المنطقة، من كرة عرضية. يا الله، يا له من زعيم. الهيدوس يضع الكرة بهذه الطريقة، مجال الرؤية، يمر كرة بيدرو. يا الله على كرة بغداد بنجاح، الهدف السابع، سوبر هاتريك لسوبر مهاجم، لسوبر هداف لبغداد بنجاح في عودته. لابد أن يكون هنالك سوبر هاتريك، لا يرضى بهدف ولا بهدفين ولا حتى بهاتريك. يعود بنجاح للتألق مرة أخرى في ظهور أول في هذا الموسم. شوف المدافعين خدعهم جميعا ليسجل الهدف السابع في المباراة. النتيجة أصبحت 7 أهداف مقابل لا شيء، والاستمرارية على مستوى الأفضلية في الناحية الهجومية تستمر للسد، خاصة فيما يتعلق في المباريات التي تقام في هذا الملعب، لأن السد في آخر 6 مباريات مسجل. تتلقاها دائما في بداية أي موسم، ذلك بعد ذلك ممكن أن تؤثر عليك. بغداد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. السد بال6 أهداف اللي سجلهم أصبح يسجل في مرمى الشحانية 23 هدف تاريخي. الكرة ترسل عرضية، الله، في المرة الأولى ألغي الهدف يا بغداد، لكنه مصر على الوصول للسوبر هاتريك الأول. السوبر هاتريك الأول، لا تسأل من نصيب مين، من نصيب بغداد بنجاح طبعا، من نصيب بنجاح طبعا، بعد عرضية جميلة وبعد عرضية مثالية من بيدرو تجد أقدام بنجاح. شوف الكرة الجميلة خلف الدفاع، وشوف أسهل الطرق المؤدية إلى المرمى، هي قدم أو راس بنجاح، أسهل الطرق التي تتحرك بها الشباك. الله يا بغداد، هدف سابع يسجل في هذه المباراة عند الدقيقة 72، لكن عرضية متقنة، عرضية بالمسطرة والقلم من جانب بيدرو، وبالتالي الدفاع حتى أنه لم يكن، شوف الابتسامة، يا لها من لقطة، هذه لقطة الجولة، ابتسامة جافي.
كم تساوي هذه الابتسامة يا زرقاء اليمامة؟ ابتسامة الرضا، ابتسامة الرضا، وابتسامة يتذكر فيها الثلاث مواسم التي قضاها كلاعبا مع الزعيم، وبكل تأكيد يريد أن يحقق معه العديد والمزيد من النجاحات كمدرب.